توسعة شبكة الألياف البصرية وتقوية شبكات الهاتف النقال وتعزيز شبكات الإنترنت مما يضمن جودتها وفعاليتها أبرز النقاط التي تم التركيز عليها من قبل المعنيين في هيئة تنظيم الاتصالات بمحافظة الظاهرة. هذه الزيارة يعني اليوم إلى محافظة الظاهرة راح يتضمن زيارة عدد من المواقع طبعا اللي تم رصد فيها يعني بعض الاحتياجات لخدمات الاتصالات، وكذلك الوقوف على المشاريع السابقة اللي تم إنجازها في المحافظة، وكذلك العمل على يعني حلحلة أي تحديات قد تواجه نشر خدمات الاتصالات في المحافظة. نحن نعول بشكل كبير على مثل هذه اللقاءات بحيث أن نعمل على يعني معالجة وأي تحديات، وكذلك الوقوف على ما تم إنجازه، وكذلك يعني نتعرف على أي احتياجات نحتاج نأخذها في الاعتبار خلال المرحلة القادمة. نحو 98% نسبة تغطية المدارس بخدمات النطاق العريض عالية السرعة في المحافظة، فيما بلغت نسبة تغطية الجيل الخامس في المباني نسبة 76%. أهم ما تم استعراضه في اللقاء الموسع الذي ضم سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة وسعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات. يأتي هذا اللقاء بهدف الوقوف على وضع الاتصالات بالمحافظة وإيصال هذه الخدمة الأساسية إلى كافة ولايات وقرى محافظة الظاهرة، وبالأخص ذات التجمع السكاني العالي، بما يخدم رؤية عمان 2040 وكذلك يخدم التحول الرقمي بالمحافظة. توفير البنية التحتية في قطاع الاتصالات مطلب أساسي في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الجاري تنفيذها في المنطقة الاقتصادية المتكاملة ومنطقة عبر الصناعية مدائن، بالإضافة إلى توفير التغطية بمنفذ الربع الخالي، نقاط تم الوقوف عليها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات. ومن شأن توسعة شبكات الاتصالات وإدخال خدمة الألياف البصرية إيجاد بيئة للعمل الرقمي بما يتوائم ويتفق مع رؤية عمان 2040. محمد بن سعيد العلوي، محافظة الظاهرة.